السلام عليكم، هاي الجزء الثاني من Lecture 5 للهيومن بيولوجي. وصلنا للبروتينات proteins. Proteins, البروتينات are substances found in every cell. هي عبارة عن مواد تتواجد في كل خلية. هاي البروتينات. The body needs proteins to build and repair all body tissues. الجسم, the body, needs proteins, يحتاج إلى البروتينات. ليش؟ To build and repair all body tissues. لبناء وتصليح جميع أنسجة الجسم. إذن البروتينات هي عبارة عن مواد موجودة بكل خلية. الجسم يحتاجها. The body needs proteins. ليش؟ الجواب لبناء وتصليح جميع أنسجة الجسم. To build and repair all body tissues. Made up من شنو مصنوعة؟ Of carbon, الكربون, hydrogen, oxygen and nitrogen. Atoms يعني ذرات كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين. التي تتشكل that are formed into basic unit, إلى وحدة أساسية. شنو تدعى؟ أمينو أسيدز، الأحماض الأمينية. إذا الأحماض الأمينية تتكون من ذرات من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، وكلها هاي بالبروتينات. Proteins هي مواد موجودة بكل خلية، يحتاجها الجسم لبناء وتصليح جميع أنسجة الجسم. تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين، ذرات من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، التي تتشكل إلى وحدة أساسية تدعى بالأحماض الأمينية called amino acids. There are 20 different amino acids. أكو 20 نوع مختلف من الأحماض الأمينية. إش قد 20؟ 9 من عدهن 9 of them are essential. يعني المهمات من عدهن 9 بس، هن 20. التسعة من عدهن essential يعني مهمات. And the other 11 amino acids والدعش الباقيات من الأحماض الأمينية can be produced by the body. يمكن أن ينتجها الجسم، لذلك ما تكون كلش مهمة. إذن 9 essential مهمة، ودعش can be produced by the body. إذن ما تكون كلش مهمة. هاي لازم نحفظ الأرقام ونميز بيناتهن. هنا مو 20، 9. ما نقول 10 بالعدلة، لا، 9 مهمات عدد فردي والباقي ينتجن من الجسم. هاي البروتينات، مواد موجودة بكل خلية. The body needs proteins. الجسم يحتاج إلى بروتينات. To build and repair all body tissues. لتصنيع لبناء وتصليح جميع أنسجة الجسم. Made up of تصنع من أو مصنعة من ذرات كربون هيدروجين أكسجين and nitrogen atoms. ذرات من الكربونات والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين. That are formed into basic units, التي تتشكل إلى وحدات أساسية تدعى called amino acids, الأحماض الأمينية. There are 20 different amino acids, يوجد 20 نوع مختلف من الأحماض الأمينية. 9 of them are essential, 9 من عدهن مهمات. And the other 11 amino acids, والأحماض الأمينية 11 المتبقية can be produced by the body, يمكن أن تنتج من الجسم، يعني الجسم ينتجها. هاي هسه البروتينات. هسه نجي على آخر شيء، vitamins, minerals and water. الفيتامينات والمعادن والماء، هنا نقسميهن. بالبداية الفيتامينز، الفيتامينات، خلي أغير لون، هنا شنت ناسي أحوطها. الفيتامينز، الفيتامينات help build bones and tissues.
في الفيتامينات تساعد على بناء help build العظام bones and tissues والأنسجة. إذا الفيتامينات تساعد على بناء العظام والأنسجة. And they also وكذلك help change carbohydrates and fats into energy. يعني الفيتامينات تساعدها وظيفتين. الأولى تساعد على بناء العظام والأنسجة. Help build bones and tissues. الثانية they also help كذلك يساعدون على تغيير أو تحويل الكربوهيدرات change carbohydrates and fats والدهون into energy إلى طاقة. يعني الفيتامينات أما يبنون عظام وأنسجة أو يحولون الكربوهيدرات والدهون إلى طاقة. هاي هسه الفيتامينات. هسه نجي على الفات soluble vitamins والواتر soluble vitamins. الفيتامينات أما تكون ذائبة في الدهون، أكو فيتامينات تذوب في الدهون، وواتر soluble vitamins أكو فيتامينات تذوب بالماء. هسه عرفنا الوظيفة مال الفيتامينات وظيفتين، وعرفنا انه اكو الذوب بالدهون واكو الذوب بالماء. هسه نجي على المينرالز المعادن. خلي نغير اللون. مينرالز المعادن are used to regulate a wide range of body processes. هاي هسه وظيفة المعادن. يستخدمن are used لشنو؟ to regulate لتنظيم a wide range of body processes مدى واسع من الأنشطة الجسمية. إذن المينرالز المعادن are used to regulate a wide range of body processes يعني تستخدم لتنظيم مدى واسع من الأنشطة أو العمليات الجسمية اللي يحتاجها الجسم. From bone formation من تحويل العظام إلى التجلط أو التخثر الدموي. And they are important for the body structure. يعني هسه الوظيفة الأولى تنظيم مدى واسع من العمليات الجسمية من تكون العظام أو تحويل العظام إلى الجلطة الدموية أو التخثر، وكذلك مهم في التركيب الجسمي. هاي المعادن. عرفنا هسه الفيتامينات ووظيفتها وانواعها، وعرفنا هسه المعادن. هسه نجي على انواعها. اكو major minerals يعني معادن رئيسية، واكو trace minerals اللي هي المعادن النادرة او المؤثرة. الmajor minerals المعادن الرئيسية هاي حفظ نحفظهن: calcium, phosphorus, magnesium, بوتاسيوم، سولفر، صوديوم، and chlorine. والترجمة يعني مبينه. الكالسيوم يعني كالسيوم، فوسفوروس يعني فسفور، نميز بينها وبين الفوسفات. ماغنيسيوم يعني مغنيسيوم، بوتاسيوم هو بوتاسيوم، سولفر سيلفر، صوديوم صوديوم، كلورين اللي هو الكلور. هاي الميجر مينرالز. هسه نجي على النادرة، التريس مينرالز المعادن النادرة: ايرون الحديد، ايودين اليود، مانغانيز اللي هو المنغنيز، بالرئيسية مغنيسيوم، بالنادرة منغنيز، زنك، كوبر يعني نحاس، اند فلورين اللي هو الفلور. هاي لازم نحفظهم كل واحد وانواعها. هسه نيجي على اخر شيء الووتر. خلينا نغير اللون. الماء carries يحمل dissolved nutrients العناصر الذائبة when throughout our body يعني ضمن جسمنا او داخل الجسم and assist in all of its functions وكذلك يساعد في جميع الوظائف such as مثل. هسه المي يحمل المواد او العناصر الغذائية الذائبة حول الجسم
and assist in all of its function ويساعد في جميع وظائفها مثل digestion digesting الهضم digesting foods هضم الطعام removing waste يعني إبعاد أو إزالة الشوائب أو المواد الغير مرغوبة regulating temperature هنا أنا من بينه خلي أكتب لكم إياها temperature يعني تنظيم حرارة الجسم هذا الماء والمحاضرة الجاية إن شاء الله نبدي بالdigestion الهضم ومع السلامة.